منذ إدارة أوباما وهيلاري كلينتون كانت وزيرة الخارجية، كان هناك انحراف في الحزب الديمقراطي الأمريكي للتحالف الاستراتيجي مع الأخوان المسلمين. عندما ذهب أوباما إلى القاهرة في خطبته الشهيرة، طلب أوباما من السلطات أن يتم إفراغ الصف الأول من الجالسين ويكون مشغولا بقيادات الأخوان المسلمين تقديرا لهم. أضف إلى ذلك إدارة أوباما كان فيها مستشارة لأوباما مهمة اسمها فاليري جارت، وهي مولودة في إيران تتكلم اللغة الفارسية وعاصرت الثورة الإيرانية، وهي من مؤيدي ولاية طهران. فكان هناك ميول قوية استراتيجية لإدارة أوباما لاستبدال التحالف التقليدي الأمريكي بين أمريكا والسعودية وإسرائيل، وهم الحلفاء التقليديون في الشرق الأوسط، بعلاقة جديدة مع إيران. اتجه أوباما إلى تحالف إيران، افتتح بالتحالف بالمعاهدة النووية، ولذلك أي إدارة ديمقراطية ستأتي ستتقرب بقوة باتجاه الأخوان المسلمين، هذا ما هو متوقع. بايدن ليس من هذه المدرسة، بايدن من المدرسة الحزب الديمقراطي القديمة، لكن المشكلة أنه بايدن ضعيف جدا وكبير في العمر، وهناك حتى خطة مبطنة لدى الحزب الديمقراطي أن يتم عزل بايدن بعد فترة قصيرة من فوزه بالرئاسة إذا فاز، وتكون نائبته اليسارية المتطرفة كمالا هاريس هي الرئيس. ولذلك من المتوقع خاصة إذا حزب الديمقراطي حافظ على أغلبيته في الكونغرس الحالية والرئيس بايدن يأتي، هناك احتمال قوي جدا بالاتجاه القوي نحو إسناد الأخوان المسلمين وإيران. نظام ولاية الفقيه هو وجه آخر من أوجه الأخوان المسلمين، هم أخوان المسلمين الشيعة. هذا يبين أنه الحزب الديمقراطي يستمر في علاقته أو في تفكيره الاستراتيجي في التقرب وتقوية الأخوان المسلمين وإيران إذا ما فاز بايدن بالانتخابات. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. Come on, man.